السلام عليكم. ازاي تكون شغال مع دكتور ما تعرفش انواع الاشعه؟ يلا بينا. انواع الاشعه اللي ممكن يكتبها الدكتور للمريض، اول نوع معانا هو اسمه البريبيكال اكس راي، هتكون جايالك بالشكل ده. مع معنى كلمة بيري ايبيكال معناها ان الاشعة جايبة السنة نفسها كلها، الطربوش والجد، وجايبة الجزء البيري ايبيكال. كلمة ايبيكال اللي هو اخر جزء في السنة اسمه ايه؟ اسمه ايبكس. تمام، بيري ايبيكال يعني حوالين الايبكس دي. يبقى اول ما تبص في الاشعة اللي هي الصغيرة دي هتلاقي السنة كلها ظاهرة، كراون وجد. طيب تاني نوع معانا هو البايت وينج. البايت وينج اللي بيظهر في الأشعة هو الكراون بس، ممكن جزء من الروت بس مش بيظهر الروت كامل. طيب امتى بنحتاج البريبيكال وامتى بنحتاج البايت وينج؟ البريبيكال بنستخدمها في حالات الاندو، تمام، عشان نتأكد الاندو بتاعنا مظبوط، تمام، عشان نشوف الماستر يكون مظبوط ولا لا في الحالات الاندو. وكمان ممكن نستخدمها لو هنعمل دايجنوزز من الاول للتسوس، بس الافضل طبعا منها اللي انت عشان تعمل دايجنوزس للتسوس ان انت تعرف وصل لانهي طبقه، انامل بس ولا انامل ودنتين ولا انامل ودنتين وبالب، هي البايت وينج. يبقى البايت وينج في الدايجنوزس احسن من ايه؟ من البيري ايبيكال. طيب تالت اشعه معانا وهي البانوراما اللي هي الكبيره دي، دي من خلال الدكتور بيقدر يبص على الاسنان كلها مره ايه؟ واحده. طيب رابع اشعه معانا وهي الأشعة المقطعية اللي هي اسمها سي بي سي تي، دي مينلي بنستخدمها في حالات إيه؟ في حالات الذراع. وفي أشعة تاني اسمها السفالومتريك، دول بيطلبوها دكاترة التقويم، غالبا دكتور التقويم بيكتب اتنين أشعة وهي البانوراما والسفالومتريك.